غادي نخليكم مع أسدل الستار على فعاليات النسخة الأولى لمهرجان طنجة للضحك. على مدى 3 أيام كان الجمهور الطنجي على موعد مع عروض فنية وفكاهية في أمسيات رمضانية جمعتهم بالعديد من الفنانين المغاربة ومن مشارب مختلفة وحدتهم لغة الفن والكوميديا. جينا انا والاخ عبد الرزاق الوطني من اوروبا باش نشاركوا في مهرجان طنجه للضحك في دورته الاولى، وانا جد سعيد بتواجدي في هذه التظاهره العظيمه التي لقت نجاح كبير بتواجد فنانة كبار وجمهور غفير. انا فرحان بزاف نكون في هذا ليفينمون بخومي ايديسيون ديال طنجي دو غيغ اللي المدير ديالها هو سي جمال. والصراحة عشان نقول لكم فرحان بزاف من تلاقيت مع فنانة كبار وتلاقيت مع الأستاذ الكبير في المسرح العريق محمد الجم. صراحة فرحان بزاف واش نقول لكم، هذا المهرجان داز توب ديال توب. شكرا للحضور الكريم، وباختصار كنقول لهاد الناس كلهم لا المنظمين ولا المساهمين وكل واحد من ساهم قريب أو بعيد في هذا الحفل في هذا المهرجان كنقول ليه برافو برافو برافو. الحفل الختامي عرف تكريم الفنان والكوميدي محمد الجم كعربون تقدير وعرفان لإسهاماته المسرحية والكوميدية طيلة مشواره الفني، لتطوى بذلك صفحة النسخة الأولى لهذا المهرجان في انتظار النسخة الثانية السنة المقبلة.